هوي شكرمان شكرمان فزت فزت شربت. أهلا بيك يا ريان. شحالك يا بيت خويا؟ كلموك ولا ما كلموك؟ شكون عيطولك ولا ما عيطولك؟ شكون اللي عيطولي؟ ما تعرفش اغنية التزامات؟ شكون معايا؟ شركة التوزيع معايا. اشوفك وين يا مهاجر مهاجر. اش قولك في البلحوحة سي محمد؟ يعني ندبهم قالوا هالي وراس بابا قالوا هالي قالوا وي طاح شربك خويا ريان. ما نعرفكش تعلق على عباد. نعرفك متربي اكيد متربي. ما انا مش متربي. ما انا كيفاش تعلق عليا خويا؟ ما هو باش ما تسمعش الحس وتبعد على الحس بعدت على الحس. هكا تبارك الله على خويا. هكا الله مصلي على النبي. معك علالة الدلالي. متشرف خويا. مرحبا بيك. مدير شركة التوزيع والتنسيق. مرحبا بيك. انا شركة كلموك ولا ما كلموكش على الحفلة نتاع السم والبكم؟ خويا ما نفهمش شنو تحكي انت. انت ما تحبش تعمل خير يا ريان. الناس الكل تحب تعمل خير. فما شكون ما يحبش يعمل خير؟ هي علاش ما عيطولكش؟ ما اللي واجد بالطبيعه. وعلاش ما عيطولكش؟ انت ماكش واجد. لا لا الحمد لله الحمد لله. ابو دينار وخدمه وفلوس وكذا. تفكروا ربي شويه. تفكروا ربي يا اخو. لا لا الحمد لله متفكرينه. وتفكروا الزواوله متفكرينه. كما تقولي انت معناها الا ما نقول لك انا خاطر ما كنتش متفكرين جمله. لا لا كيفاش نعمل حاجه باهية ما نفش نجي نقولك ليك انت ولا غيرك. قلبك عامر بالايمان. هي انت وكيفاش عيطولك ولا ما عيطولكش؟ ما عيطوليش. شو اللي عيطولي؟ كان عيطولي قول عيطولي. كان ما عيطوليش قول ما عيطوليش. لا شو اللي بشي عيطولي؟ ها قلت لك النقابه نتاع السم والبكم باش تعمل حفل خيري. عيطولك ولا ما عيطوليش؟ لا والله ما في بالي. ما انا كيفاش توزع في روحك على اليمين وعلى اليسار من غير ما يعيطولك؟ ما فهمتكش. كيفاش توزع في روحك على اليمين وعلى اليسار من غير ما يعيطولك؟ ما ترزاش روحي اليمين اليسار ما عيطوليش وما سمعتش. لا لا سمعت وطفيت الضوء وقلت لهم انا ما نخدمش الخيريه وما على باليش وقلت لهم بالحرف الواحد فلوس فلوس نحكي فلوس. يهديك الله. واحنا كنقابة راهو ما يساعدناش الفنانين التوانسة يعملوا هكا معنا. يهديك الله. لا مشكلتي تعرف شنو هي ريانة؟ مش انك ما تخدمش انك تحتقر ضعاف الحال معنا. حرام عليك. تحتقر فيهم فلوس فلوس. الدنيا مش كلها فلوس خويا. حرام عليك يا زي. لا مش باهي. وتسب في الراجل. لا 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 صاحبي لا لا. تقول له واي اختارنا من البزقليف وتعلق عليك مع علاقتك بيه قبيله والله قعدت بربي. لا بربي لا بربي. اخي البارح انت ايش قلت البوكرشة البارح؟ لا بوكرشة. شنو هذه كاميرا كاشيه يا اخي ولا شنو؟ توا هذايا كاميرا كاشيه بالتليفون كيف جات هذه؟ وانا شنو اللي تحكي لي فيه بوكرشه والسم والبكم سخني فيه وما كلمونيش. جدهاش السم والبكم شو دخلنا فيه كلامه طلع صحيح. اوكي. شنو هي ما تعرفوش بوكرشه؟ يا ريان. خويا الغالي. تعرف شكون بوكرشه ولا؟ عايش خويا. اش نقول لك اش نقول لك عليه؟ هذا القد في القاعه وخلى فرشه. كيفاش؟ هذا القد في القاعه وخلى فرشه. وعلاش يخلي في فرشه؟ على خاطر ما باش تعملوا حفلة تاع السم والبكم. انتو كاع احنا شنهبطوا بيان ندوا ندوا بيه. ندت مالا ندت واني معاك. ندوا بالافعال المشينة اللي تعمل فيها. وخشاش ان شاء الله باش تندوا تاني مش معاكم. تندوا باللي تعمل فيه انت خويا ريان. شكون يعمل فيه ريان خطيه دي عاقل. باش نقولوا في نص البيان اننا نستنكر ونندد التصرفات المشينة التي قام بها ريان يوسف تجاه جمعية السم والبكم واحتقاره للمعاقين واحتقاره للشعب التونسي وللفقراء والمساكين. هذا واننا نعلم في هذا البيان نقابة الفنانين ربي سبحانه مش عاسبني مش انت. يا كلموك تاع السم والبكم. قلت لهم قلت له اختاني بربي عايش خويا اختاني وبرا وبرا. قلت لك ما كلمونيش يا اخي. لا لا كلموك كلموك ومتغشين منك وش يعملوا وقفه احتجاجيه. لا اخوي الغالي والله لا. يا سلام ما عليك بتقوى الله ما كلمكش ابو كرشه. اقسم بالله لا كلمني لا ابو كرشه لا حتى حد. فهمتش انا كيفاش اخي انت سامعني قداش تخلص قداش نمروك انت؟ انا فهمتك نمروك قداش؟ قداش النوم؟ لا لا قداش النوم نتاعك معناها موزيكا قداش تخلص؟ وكذا شوف مع شريك مدير استرتني فيه. شوف مع الشريك يا ريت قلت لك ماهمش يكذبوها معناها حتى باش نعملوا كولكت في بعضنا نلموا 10000 10000 قلت نشوف بو دينار توا بعد شويه تقول نشوف بو مليار. كل شيء كل شيء بو دينار صح. لا والاسعار رخيصه قوي 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 الحمد لله. لا لا ابو 2000 هذا مش بدينار لازم تعمل بلاش تخدم خويا. اسمع اسمع نخدم بلاش يا اخي سبحان الله خويا بربي سامحني. شو اسمك انت؟ قلت لك علاله. علاله ما عجبكش؟ شنو اسمك؟ علاله. علاله في حاله خويا. علاله يا اللي في حاله. علاله الدلالي خويا. علاله الدلالي معك متشرف وصافي. يهديك الله خويا والله زايد اللي تعمل فيه هذا كل. باهي اسمعني اسمعني ساعني اول مره يجيني تليفون هيك. باهي اسمعني نحب نثبت حاجه نحب نثبت خاطرني مصدوم نحب نثبت اسكو انت ريان يوسف اللي كلمني.
يخدم فيه ولا واحد اخر. راه اعطيني واشوفك وين يا مهاجر، خل نشوفك انت ولا ترى قاعد نعرفك في الغنيه ما نعرفكش في التليفون. وين يا مهاجر قلبي بلا صاير، قلبي بلا صاير. اشوف والله انت هو، والله انت الله يا الله يا هو سيدي، والله يا الله هو. والله يقول انت يا سيدي ريان يوسف. اما اسمعني بايدك ما تحبش تغني في الحفله الخيريه، او اقترح لك اقتراح تنجم تعاوننا به من غير ما تقلق. والله دلو سهل في كل وقت تعاوننا ب 8 ملايين نعاونوا سهل. وقت ايش تبعثهم لي؟ وقت اللي نقدر. لا حاشنا بيهم قبل نهار الجمعه. قبل نهار الجمعه نشوف ونقول لك. شنو نشوف وتقول لي تو تعطيني كلمه ساعه؟ نقول لك سايره. لا لا تبعثهم لي من غير ما تشوف الا نشوفك يا ولد. والله عشان ما قلب غيرك يسحقكم علاش نبقى ماشي. تو نعطيك رقم الحساب الجاري. سبحان الله مش لك انت. تو نعطيك رقم الحساب الجاري. حساب الجاري. لا اوكي. حبوا خاسر نعطيكم رقم الحساب الخاسر. حسابه موش بتاع. معناها تلف فيه هكا. بركاكا 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 امشي بركا. نعمل لك ما دام تحكي معايا هيك خويا. على كل حال احنا فايقين بيك يا ريان. كيفاش فايقين بيك؟ فايقين بيك وبدوال بالكل خويا. ويا تدفع 8 ملايين اللي تو نتفاهموا. سامحني خويا والله ما نحبش نحكي كيف. لا لا خاطر يا باش نتفاهموا تعطينا 8 ملايين يا باش نكشفوا. باش نكشفوا الامور كلش نكشفوها. نكشف الامور الكل يا اخي باش نمشي كاني صاحبي تقول لي 8 ملايين اعطيني 8 ملايين ولا باش نكشف الامور الكل. لا نكشفوها راهو كان نكشفوها ما عادش تخدم جمله ما عادش تخدم. مثالش رزق بيد ربي سبحانه وتعالى. وتهبط في الجرايد فضايح ريان يوسف. مثالش فضايح فضايح بالصغاريت اصلا. شحال من يزغرطوا على فضايحك خاطر مش خرجوهم صحيح. أنا كان في الجرايد ما خفتش تو نهبطها في الراديو خويا. مثال ما بالله الذي لا اله والمصحف حل الراديو مات تسمع روحك. كيفاش؟ اخي تعرفوش علال ابو كرش تحمل فرش؟ والله ما نعرف علال ابو كرش. ايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ يعطيك الصحة. انا كنت عملت فيها صعب ما زلت ندهس رمضان. الو الو وي استفز.